عطول يا محمد، انا ودي لمحمد بن سراج. محمد سراج السلام عليكم. الصوت الصوت مطفي المايك، خاص امو خاص امو برايم حيل الله اقوى. ما عنده مشكله وخلاص. حياك الله. طايح من ناطحة سحاب. طيب اعطونا اعطونا المقطع حق محمد سراج للي ما شاف الحلقه يشوفها. الثاني. تشغله بجوالنا؟ عاد قولوا لي اطلع الصوت حافظ، اتوقع يعني العالم حافظينه. لكن في اشياء منعتني، انا البرنامج برامج واقعيه، ما في من واقعيه الا اسمها بس. هنا يعني لازم تكذب، لازم تصنع، لازم تنافق عشان تنجح. سراج من اللي ينصحك قبل اللقاء تقول ذا الكلام؟ احد، انا اصح نفسي. انت ناصح نفسك وتشوف انك سويت الصح؟ نعم. طيب حلو، سالك ابو كاتم عن ثلاثه زائد واحد، وليد، محمد ناصر، عامر، نايف، واضح انهم ما دخلوك معهم في الجروب، بعدين سالك عن بقيه زملائك، حطيت خالد، عبد الله، احمد الشمري، ما عاد بقى الا محمد عيسى وبدون تحيز، ان اللي ممكن يعني نسيتها انت ما ذكرتك نحطك موجود. وش مشكلتك في برامج الواقع؟ تقول لازم تصير تكذب ومنافق، معناته ان كل زملائك اللي حصلوا وهج في هذا البرنامج كذبوا ونافقوا عشان يوصلوا لهذه المرحله، ومحمد سراج لانه هو الصادق ما حصل شيء. نعم نعم نعم. يعني كل يعني اخوياك الان يكذبون وينافقون؟ لا مو اجل اشرح لي انت. قول نعم يا ابن الحلال. انا اقول عشان تنجح ايه؟ لازمك تكذب وتنافق وتتصنع. من اللي كذب ونافق وتصنع؟ ما حد كذب ولا حد نافق، بس في تصنع. اها تفضل استاذ عادل. محمد بن سراج بسالك سؤال واضح وصريح، انا متسابق وجاي عندك بحكم خبرتك ما شاء الله 75 يوم، الخبره اللي ان شاء الله الله يعطينا من خيرها، وسالتك قلت انا ابي انجح في البرنامج الواقعي، وش اللي لابد ان يكون منافق وكذاب ومتصنع صح؟ نعم. طيب اذا لا، لا تجامل احسب نفسك. لا الثلاثه هذه كذاب منافق. انا قلت بعد لا تجامل. تمام، الثلاث اشياء هذه لازم تكون معي كلها عشان انجح؟ لا ولا لا. واحد يكفي عادي، يمكن واحد يكفي عن كلها، يمكن ما تشتري لازم كلها. حلو، يعني انت اخوياك متصنعين؟ نعم. والله طيب يا اخي وش الله حد على البرنامج؟ طيب ليش اليوم دخل ابراهيم؟ حبيبي اسمع، طلع جوالك واطلع على البث، ابو سلطان يقول لك مع السلامه استبعاد، وخذ لك احلى تحيه من الجمهور وروح كمل. ليش جالس في البرنامج؟ ليش يعني هذه النسخة عندكم الجرأة في داخل البرنامج تختلف لما تطلعون، ما تتكلم وانت وسط البرنامج. انا متأكد انت يا محمد سراج والاشخاص اللي بيطلعون بعد البرنامج بتقول اصلا انا ندمت اني اصلا شاركت في البرنامج. نعم. من الحين اقدمها لك، طلع جوالك على البث وتاخذ استبعاد. مع السلامة. الصوت بس طور الصوت اذا عشان اسمعك. طيب. كل هذا لك ساعة وانت تسمع. بس بقول نقطة نقطة إيه؟ على عادل هيف. إيه؟ قال تفضل عادل. بس اكمل معك محمد. بقول نقطة بعدين اكمل. انت قلت بخصوص البيت، انا ما نقطت البيت، قال أنت داخل عشان تشتريها لك بيت، قلت أنا المعلومة هذه ما يدري عنها أحد، حتى أهلي ما يدري عنها، ما طيب. قلت لا، بعدها كملت. وين لا, لا لا أنا أجيب لك المقطع، تناقضت فيه. طيب جيبها إذا ناقضت موضوع أنا أنسحب. طيب وهذا الموضوع تناقضت فيه ولا ما تناقضت فيه بالنسبة لي عادي جدا، لأن بس موضوع بس كلام لا لا لا، لأن موضوع بينك وبين أفراد أسرتك اللي كلهم كل التقدير والاحترام، أنا يهمني الشيء اللي بينك وبين أخوياك، تمام؟ اللي حقيقة بعتهم على الهواء و ويكرر بين قوسين ما احترمت الاخوه للامانه. لا لا احترمها يعني 75 لا لا لو اخويا يا تسمعني يا اسمعك يا تسمعني ما احترمته. انا ماني باخوياك، انا ماني باخوياك، اسمعني انا ماني باخوياك، ولا لو يدرون انا ماني باخوياك، انا ماني باخوياك في البرنامج. ما راح يوم جيتهم وكان حطيه هناك في الزاويه وسحبوا علي، لكن يدرون اللي في قلبي وان هذا صدق والدليل وقالها وقال محمد العيسى صلى على النبي قال محمد العيسى ايام التصفيات قال البرامج الواقعيه تبنى على الكذب. طيب. انا كنت ما صدقه ما صدقته. طيب. لين 75 يوم دريت النص. طيب حلو. وقال محمد بن ناصر اضيف له معلومه المقطع، ودي اضيف لك معلومه، العويسي وخلف وفلاح كانوا جالسين وقالوا يا ابن الحلال ترى شو يعني انت لبستهم وهم لبسوك وركبتوا الرحله والباص سعيد احلى رحله يا شيخ. طيب تفضل. انا بعطيك جزء من التناقض يا محمد بن سراج. يلا اسلم. في البزنس 43 جبناك في كفش الروم، قلنا ليش ما طلعت الى الان؟ قلت انت ما تاقلمت على الكاميرا. قلنا 43 يوم ما تاقلمت؟ قلت لا،
في بداية البرنامج ما تأقلمت صح، لكن بديت أدخل في رتم البرنامج. حلو. أسألك سالم بن حزام قال وش اللي ينقصك يا محمد بن سراج؟ قلت شوفت أهلي. صحيح. وجو أهلك. حلو. ما شفتهم. دقيقة، جو أهلك وطلعوا بدون ما تشوفهم، ورحت ضايق الغرف النوم. حلو. ما جلست في الهنقف، ما تصنعت نفس اخوياك على كلامك انت. ما فتني ذي. شفت؟ طيب. ليك والله عارفها من اول. عارف جو. كان والله يجيك تصنع. انا لو متسابق معك عززت لك. كان كريستيانو ما يدري معي. للاسف اخوياك خذلوت. طيب. وجيت في البزنس، عفوا، وجيت في البزنس 65 وطلعت 24 ساعة. ايه. طيب ما تغيرت بعد ال كم لها؟ لا كم؟ سبع ايام. لا 10 ايام، الرجل ينجمون في يوم وليلة. ديزل لا محمد يطول. تبيني انا كنت اخالفك في كلامك، لكن الحين بديت اقتنع فعليا ان اخوياك متصنعين. قل لي ليش؟ ليش؟ لان خويك اللي قال لك الخلا جاك وحب على راسك الحين. انا قايل له اصبر. وقمت تصفق له وتبتسم له. وقمت تصفق له وتبتسم له لانك متصنع نفسه. لانك متصنع نفسه. لانك متصنع نفسه. طيب والله انا متصنع. انا تصنعت. طيب انا تصنعت في هذه اللحظه على دلك صدري وتصنعت. متصنع جدا. اخويا يدرون وانا قايل ميده. وخالد يدري كل ما يدري منك صدري. ابو منصور انا طيب شوي يعطيك العافيه. تتصنع انك ترضى على نفسك هذه الالفاظ على البث مباشره قدام الناس؟ انا ما بيني وبين اخوي اي شيء. معلش شوي بس لا يقول لك علمه ان الخلا ان نعرفه ولا انتم اللي تعلمونه. دقيقه، السؤال الواضح والصريح. فيت صوتهم، فيت صوتهم. السؤال الواضح والصريح يا فيت صوتهم يا رجال. فيت صوتك يا اخي، خلينا نسمع خويك. اسلم ابو منصور. لا ابو سلاس صباح الخير. خلصنا يا اخي. محمد سراج صباح الخير. تسمعني؟ اسمع يا بلال. اخويا ما يبغى يسمع، تدري ليش؟ لان الصوت، طول الصوت. لان الناس جالسه تسولف عن محمد سراج اليوم، عرفت؟ والله ايش جرى فائدتها زين من بعض المتصفين. يا عيال الله يرضى عليكم، خلونا نسولف مع الرجال يا الربع. وش فيكم؟ خايفين. ردوا بعد الفقره، قولوا اللي انتم تبون، اجتمعوا في براحتكم ذي وقولوا اللي تبونه. حتى المخرج يحسب الشر. والله شيء مستمع. حتى المخرج يحسب الشر محمد بن سراج، لان ما لها اي تاثير مثله. محمد محمد سراج. لبيك. عندي سؤال واضح وبينهي الموضوع. أسلم. فيصل بن طلال كذاب وينافق؟ لا. كيف؟ أنا قلت متصنع. تصنع فيصل طلال؟ نعم. إيه. أول شيء خلني أقول لك، خلني أصارحك محمد سراج. خلني أصارحك وأقول لك وش أوضح مقطع أو أوضح صورة صار فيها تصنع وكذب وش بعد؟ يوم حب راسه وتقبل. لا اكثر لقطه كان فيها ذا يوم راحوا اهلك قعدت تضفضف بعد ما راحوا اهلك. كنت متصنع. ثاني وحده في لقائك مع ابو كاسم، طريقتك كذا وانت جالس ومتشتت وتشطح يمين يسار، قسما بالله انها كانت واضحه كذا. جارني من النوم قال عندك لقاء، قلت يلا يا سلام اهبد. في النهايه الارقام ابشرك مرتفعه فعلا، المشاهدات ارتفعت فعلا، انت اللي قليت. ما همني. الوحيد اللي قال القناة مستفيدة، أبو كاتم مستفيد، أنا علمك القناة استفادت، أبو كاتم استفاد، المعدة استفاد، الإعداد كانوا يصفقون، أنت الوحيد اللي مضحوك عليه. أنا أهم شيء أقول حقيقة. هنا أنا أقول لأخوياه دقيقة مو معقول 75 دقيقة بكمل. طيب ممكن أتكلم؟ محمد سراج أنا متأكد 100% أنه طالب من أخوياه يسامحونا على الكلام اللي يصير. صح. عشان يكون يقول يا الربع أنا بهذا. ولا والله العظيم، والله العظيم يا عيال لو فيهم واحد صاحي كان وقف محمد سراج عند حد. هذه حقيقة. مثل ما وقفوا خالد السهلي. هذه حقيقة. وقفوا هذا عند حده يا محمد ناصر. وقف عند حده يا فيصل بن طلال. الرجل هذا جالس عليكم، يبي يطلع عليكم، هذا غلط. اخوياك مو متصنعين. فيصل بن طلال اتحداك. انا اتحداك باللي تبي. وانا وطالب فيصل بن طلال يجي الان. فيصل بن طلال انت امسك راسك. فيصل بن طلال تعال هنا ورد على الرجل هذا. إذا يتهمك بالتصنع والكذب ترى اسمع ترى ما في فرق بين التصنع والكذب، ترى كلها نفسها بس مبيعين الكلمة. لا إلا إلا التصنع كذب. التصنع كذب. التصنع كذب. هجل أنا أشك في كل المداخلات وكل الأحداث اللي صارت لفيصل بن طلال.
يرضاها فيصل. أنا أشك في كل أنا كمتابع وكمشاهد أشك والأحداث زميلهم اللي عايش معهم اللي سواها فلاح. أنا أشك فيها يا فلاح وأطعن فيها وأنت يا خلف وأنت يا محمد كلكم صح على كلام صديقكم متصنعين. أنت الكلام يترك. طيب أبو دقيقة أبو دقيقة الله يطول بعمرك. حتى وأنت متصنع ما وصلت اللي تبغاه. وبعدين في شيء يقال يقول ما كل ما يعلم يقال للأسف. لازم دقيقة أنا عندي قانوني أي شيء أبيه أقول. لن تصبح عالي. خلك في قانونك. لن تصبح عالي. يجربني أصبح عالي. قانونك اللي شوهت أخوياك اللي سحبت خويك للبرايم. يعني عامر في حال طلع من هذه المنافسة كان بسبب محمد سراج. كل المتسابقين اللي طلعوا هنا نقول لهم اذكروا أسماء. أنت اعترف اذكروا أسماء واذكروا انا وبطالب ان اصلح حقي. لا لو على حقي كان قلت انا طلعت كان قلت انا طلعت السالفه هذه ما جبت لها ثلاث اسابيع. كان قلت انا طلعت حتى تقدر ولا معي احد عرفت الا منك. طيب ليش ما جبت؟ تفضل علي. ايه تدري ما وراها شيء. ايوه اما سعود الوازي اين الدليل؟ اسبوع كامل طقطق. انا ودي اتكلم في حاجه. ودي اتكلم في نقطه ودي اسف فيها وكتبت اشياء كثيره ودي تفهمها. اول شيء ودي اعلق انه النسخه هذه للنسيان. صحيح تماما للنسيان. تمام ودي أقول كلمة ثانية. بعض المتسابقين يتعمدون بعض الأخطاء لذكرها بدون تحيز ونحن نتعمد ونفهم أن هذا الشيء يحدث بسبب أنه لازم يطلع عشان يصير عليه حدث وإحنا نعطيه الشعيب مثل ذلك اليوم ندري وشفنا المقطع اللي بعض الشباب يعني ما هو من التصفيات وإحنا ندري أنه موجود وطالع بس وشو ما تكلمنا فيه. ندري أنه يبغى نوعا ما حديث. هذا الحاجة الأولى. الحاجة الثانية يقول الأخ محمد سراج لازم تكذب ولازم تتصنع ولازم تكون منافق عشان تنجح. هو يقول زملائي متصنعين كله بس هو ما واجه الكذب والنفاق. فكيف حكم؟ فكيف حكم أن لازم تكون منافق ولازم تكون كذاب؟ فهمت الفكرة؟ هو ما واجه المنافق فكيف عرف أنه لازم تكون كذاب أو منافق عشان تكون فعلا نجم برامج واقع؟ فهمت الفكرة؟ فهو واضح أنه يعيش بعض الأحيان مشكلة في بعض المصطلحات. مشكلة محمد لما ذكر أنه أنا ما تأقلمت وطلع ورجع وما واجه أهله ذاك اليوم في فقرة تلاقي وافتراق ويقول أنه برامج واقعية ما لها إلا من اسمها بس فقط الواقع فقط صح ولا لا. برامج واقعية حزنك تعيش على الشاشة ضحكك تعيش على الشاشة لكن مسألة كل ما جاء عندكم حدث دقيت لقم دخلت غرف النوم ما ألومك إذا أنت ما فهمت الفكرة. الفكرة برامج واقعية تعيش حدثك على الشاشة مو معناته أنك تعيش حدثك بملابس غير لائقة أو بألفاظ غير لائقة. لا الشاشة لها احترامها لكن حدثك اليومي اللي تصير معك أنك تروح مثلا تحزن تضيق تستانس تفرح يكون على الشاشة فتعيش قصة كاملة مع الجمهور. أما كل قصصك مبتورة فطبيعي ما يكون لك قصة متواترة مع الجمهور. هذه حاجة ثانية. الحاجة الثالثة خلينا نوقف على دقيقة 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 خالد خلينا نوقف واقعية نوقف على الشاشة دقيقة ما في مشكلة رقدوا على الشاشة اخوياك ما في مشكلة ما في رقد محمد منصور رقد محمد ناصر احنا شابكين معك مع محمد ناصر رقد محمد ناصر رقد ناصر اوكي ممكن ياخذ خصم ما ياخذ هذه شأن ثاني مختلف قصة اخرى بس الرجل ما راح جوا خلاص انا تعبان بس فقط بنام خلنا نريح هنا ما في مشكله. صح ان عتبنا عليه او انتقدناه او قلنا هذا الشيء او هذا الشيء غير مناسب بس انه يبقى رسم قصه واضحه. انا نايم ماني رايح جوا مثلا استلم جواب شيء معين. تمام الحاجه الاخيره لما تقول لي انه والله يا اخي نعم فلان اذا كنا كل ما قلنا على فلان قال نعم نعم. النسخه هذه انقسمون لقسمين ناس يستحون وناس تتفق معهم. اللي يستحون ما ود ياخذها في جنبه ويسكت خلاص جماله جماله ما بقى لي 20 خلنا نخلص. واللي يتفق معهم لانه ما فعله الاخ محمد سراج هو شو متفق. تخيل والله لا تزعل مني يا عادل تقول لي على الهواء انت منافق وانت والله لا دخل الطاوله في راسك. حلو معليش لا تزعل من كلامي. انا اقول لك الخلاوه اقول لك انا ادري معليش لا تزعل من كلامي. بعض الالفاظ ما تقال على الشاشه مهما كان مهما كانت ميانتي بيني وبينك. لا يا حبيبي في خط احمر في اهل يتابعون لك في اهل يتابعون لي لا هنا استوب. فمرحلة بعض الشباب نعلم جيدا أنه بعض الشباب يحاولون صناعة بعض الأشياء بغير قصد وبقصد لكن للأسف يفشلون فيها. محمد سراج لو حنا نبغى نتفق ونجيب أخطاء محمد سراج قبل ثلاثة أيام أربع أيام محمد سراج تلفظ بلفظ غير جيد على الشاشة ولا جبناه لفظ جدا سيء ولا جبناه ولا حاولنا إظهاره عشان ما نسيء لك. لو حنا فعلا نبغى نسيء ونسقطك والله العظيم اللفظ هذا ينهيك كان ممكن جبناه لكن للأسف محمد سراج ما حسبها
ما حسبها. احنا ما بنقول هذا الشيء جميل ما. لا لا لا، احنا بالاول والاخير في شيء اسمه مصلحه عامه، مصلحه برنامج، مصلحه شاشه، مصلحه متسابق. انا بالاول والاخير يا محمد يا حبيب اخوك، انا ما خلصت، انا ما خلصت. ليش الهجوم هذا؟ انا ما خلصت. اسلام في مصلحه عامه، بعض الشباب همه في البرنامج لما يدخل مصلحته الشخصيه. اوكي ما حد يمنعك مصلحتك الشخصيه، بس لازم يكون في مصلحه عامه. انا بعد هذا النقاش كامل اللي كتبته في كل الاوراق هذه، انا عتبي على شخصين فقط لا غير، محمد بن ناصر وليد بحيح. انتم رفعتوا ايديكم عن النسخه وتركتوها تاكل بعض تحت، للاسف انتم كبار النسخه، مفروض انكم مسكتوا زمام الامور. على عيني وراسي، ادري انها هدك، ادري انها تعب، ادري انها في ارهاق عليكم، بس يا اخي معليش يا شباب، تحملوا يا رجال، تحملوا. برامج الواقع ما هي بسهله، برامج الواقع فيها ضغط، سكريبت اثنين فيه ضغط اكثر من هذا الضغط، جنت البي سي في ضغط اكثر، برنامج البزنس 3 بيكون في ضغط اكثر. لا تتوقع برامج الواقع بتجي هنا كانك داخل فندق الهيلتون خمس نجوم، بيجيك واحد معه مشروبات ومدري وش ومويه وبيبسي وحركات. لا يا حبيبي، هنا في ضغط، في عمل، في جهد عندك، ساعات النوم جدا قليله. انا قدامي برنامج لازم ابدع فيه، قدامي 90 يوم اذا ما طلعت نجم انا راحت علي هذه كل الابداعات. لن تقدم في برنامج اخر، وفي كل برامج الواقع ما في احد قدم 90 يوم وطلع منها، او مثلا ما كملت النسخه او طلع منها غير نجم وقدم مره ثانيه وقبل. لن تقبل في نسخه اخرى، لن تقبل. قدم اللي عندك ولا توكل على الله. شكرا لك. العافيه محمد سراج. سام يعطيك العافيه. وش درجه الميانه اللي بينك وبين علي عشان تقول له اخلص خلني احكي؟ طولها السنافي ولا كلامك كلامك بالنسبه لي مو مهم. اقطع لي محمد سراج، وانا ما تمهم بعدين. اقطع لي محمد سراج. يعطيك العافيه علي. هذه المشكله. شكرا لك. يعني معليش، في مرحله نوصلها هنا في البرنامج اني احافظ عليك كمتسابق، وان احنا نحافظ على قيمتنا وقيمنا وحضورنا. كان في تجاوزات من كثير من المتسابقين في الفتره الماضيه في الكفش الروم، صحيح، وطالبتهم بالاعتذار، ومحمد سراج انت في اللسته حقه الاعتذار. وحتى من هذا المنبر في حال كلمني سامي او كلمتني الاداره وقالوا فلان من الناس يدخل الكفش الروم وهو بهذا الاسلوب وبعدم احترام اي احد موجود هنا او في طاقم الاعداد او في طاقم الإخراج أو في طاقم الإدارة، ما راح أخذه. إذا أنت كنت تعتمد موازين في برامج ثانية تشوف ناس يقولون هذا الكلام ويتمرر لهم، ما راح يتمرر لك. ماجد الشهري تكلم وما راح يرجع للكفش الروم إلا باعتذار. محمد سراج تكلم وما راح ترجع إلا باعتذار. سيف غلط واعتذر. غلطت على سيف وقدمت اعتذاري له أمام الملأ. إذا غلطت قدم اعتذارك. إذا أنت شخص ما تقدر تواجهه وعندك مشكلة في احترام أي أحد معانا هنا في البرنامج، ما راح أسمح لك بهذا التجاوز. تفضل علي وأرجع لك.